بينضم لينا واحد من اهم واعظم ناس لعبت كره في تاريخ مصر، كابتن هشام يكن، كابتن مصر ونادي الزمالك. صباح الورد يا كابتن هشام. صباح الفل يا حبيبي. صباح الورد يا كابتن. وازاي بتشوف المبادره اللي عملوها لعيبه الاهلي والزمالك في مساعده الناس المصابين في فيروس كورونا او المتضررين من الاصابه بفيروس كورونا؟ طبعا صباح الخير. اولا المبادره جميله طبعا، يعني فكره حلوه واللعيبه عملوا حاجه، يعني كل واحد شاف ان هو ممكن عايز يساعد ازاي، فعملوها بشكل ظريف. وطبعا دي حاجه يعني المفروض ان اي انسان بيعملها عادي، لكن اللعيبه عملوها بشكل حلو. يعني كانت الفكره جميله، يعني انت عارفه التطور بقى بتاعنا في الخير بيظهر بشكل مختلف. يعني احنا كل زمان الحاجات دي لما بنعملها يمكن الناس ما تعرفش عنها حاجه، لكن اللعيبه يمكن عملوها بشكل ظريف وخلوها انها ان بعض النجوم التانيين ابتدوا يخشوا في الجيم ده، وعلشان كمان يبقى في توعيه للناس بشكل عام ان هي تساعد بعضها. ما هو بالظبط كده. صحيح. يعني هي بصي هتلاقي في ناس كتير جدا بتشتغل الحاجات دي بيعملوها من غير ما بيحتاجوا ان هم يتكلموا فيها، لكن طبعا هي يمكن توعيه لبعض الناس يمكن برضو او نجوم كثيره، ممكن يكون مش بس نجوم الكوره، ممكن يكون نجوم السينما، نجوم مجتمعات، يعني اشخاص رجال اعمال. فطبعا دي حاجه لما بتزيد بيبقى شكلها حلو. طبعا احنا في الوقت ده محتاجين، لان في ناس كتير انضرت كتير قوي طبعا بالعادة، اذا ما كانش مصر كلها انضرت طبعا، يعني صحيح، لكن والعالم كله يعني، لكن طبعا لكن اللي بيشتغل بيوميه ده طبعا اكتر الناس اللي اتضررت. عمليه طبعا عمليه صعبه جدا. صحيح. جدا جدا، يعني احنا بنحس بيهم. وطبعا لما بتيجي تبص تلاقي واحنا ماشيين او شايفين بنحس بيهم بالشارع، يعني طبعا يعني حتى المنظر الواحد بيبقى فعلا متاثر جدا بالموقف اللي زي ده. يعني كابتن هشام، يعني في اطار تسابقه في الخيرات وحضرتك واحد زي ما قلنا من اعظم لعيبه الكوره في تاريخ الزمالك طبعا وتاريخ مصر، شايف في السباق ده مين هيكسب، الاهلي ولا الزمالك؟ لعيبه الاهلي هيدفعوا اكتر ولا لعيبه الزمالك هيدفعوا اكتر؟ لا سؤال خبيث قوي من واحد اهلاوي. اهلاوي وافتخر. وانا زملكاويه وافتخر على فكره. انا عارف طبعا. انا عشان خاطر الكابتن هشام معانا على التليفون مش هحفل عليك. بص خلينا في الحته دي وما اقدرش طبعا، دي حاجه طبعا. بس احنا سمعنا عن 20 اسره و30 اسره، وفي ناس وصلت 50 اسره، مش عارف هنوصل لحد فين. وفي وصلوا ل 100 اسره في الفنانين. يعني ربما الموضوع يصل كابتن محمود الخطيب والمستشار مرتضى منصور. والله يعني ربنا يدي، يعني ده خير ما تقدرش تتكلم فيه. بس توقعاتك برضو يا كابتن مش حابب. لا توقعات ما اقدرش اتكلم. التاريخ هيتكلم في التوقعات دي. خليني بره الموضوع. انا شايفه كده برضو. احنا نسيب التاريخ يتكلم عن المستقبل يا كابتن. ما اعرفش مالك واثق قوي كده ان الاهلاويه هيدفعوا اكتر. لا مش احنا اللي بدانا. طبعا مين ده هيفوز؟ لا ما اقدرش، اللي هيفوز في الاخر الناس الغلابه، يعني اهم حاجه دي لازم هم اللي الحاجه توصل لهم فعلا، يعني ان شاء الله باذن الله. باذن الله. كابتن اخر سؤال، اللعيبه النهارده ونستغل خبره حضرتك الكبيره معانا، اللعيبه النهارده اللي ما بتتمرنش تعمل ايه في البيت او في الجيم؟ والله بص هو الطبيعي في الحاجات اللي زي كده، انا يعني الرياضه موجوده، انت عندك معظم اللعيبه ساكنه في حتت دلوقتي، يعني في كومباوند. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. فيعني هنيجي نتكلم، الرياضه سهله قوي ان هو يعمل مره في البيت. مره في البيت الـ يشتغل على حته المرونه والرشاقه، مش لازم يشتغل على حته الدوره التنفسيه. يعني يشتغل على حته المرونه والرشاقه، بيحافظ على جسمه وبيحافظ على الخفه بتاعته في الحركه، عشان لما لو الدور رجع او
النشاط الرياضي الرجعي يبقى جاهز. سهل قوي انه يقدر يرجع بسرعه لنوع من انواع الدوري حبه انه يكمل. ده لو حصل طبعا ان شاء الله باذن الله ربنا يبعد عننا الشر ده. ده على سيره ان مهم قوي يخليك في البيت. اللعيبه يعني العالميين عملوا تحدي ان هم ينطقوا الكرة بباكيتات المناديل. بالمناديل انا شفت طبعا لكن احنا المساله انت عندك مساحه تقدر تشتغل عليها، لان لو انت النهارده بتروح بتلعب في الجيم فانت بتلعب في مساحه صغيره، فانت ممكن عندك القدره انك انت تشتغل على الرياضه داخل البيت. صح. او في الجنينه لو عندك جنينه صغيره بره هتلاقي الناس بتشتغل عليها عادي جدا. صح. فدي نوع من انواع الرياضه، لان برضو محتاجين ان المرض ده عشان ما يخشش في بعض اللاعبين او الكلام من ده، لان هم بيبقى لازم ايه صحتك تبقى كويسه. طبعا الحته بتاعت الجهاز التنفس ده لازم مهم جدا، لان المرض ده بيجي في الحته بتاعت الرئتين، فانت لازم تكون عندك الجهاز المناعي بتاعك يبقى يعني كويس. يعني اذا كان احنا بنقول الكلام ده لازم يبقى الرياضه موجوده من خلال البيت دلوقتي علشان خاطر طبعا ما نقدرش. هو امبارح كابتن اسلام الشاطر مشير على صفحته على فيسبوك فيديو ليه هو واولاده الاثنين، اعتقد سليم وياسر اعتقد، بيبصوا كوره لبعض وبيلعبوا الكلب في النص، مقطعين الكلب بصراحه في الفيديو بالظبط مع في البيت هو الدوري الجاي. طبعا اكيد طبعا لازم يبقى النوع ده من انواع الرياضه تبقى موجوده، وخصوصا ان احنا بنوعي الناس انها تقعد في البيت علشان خاطر مع الشمس تزايد في المرض بالنسبه للناس وما يحصلش انتقالات، العدوى تنتقل بسرعه. فاحنا طبعا القعاد في البيت مهم جدا جدا. وبعد كده يعني الحمد لله النهارده مليون قناه ومليون شاشه ومليون حاجه. صحيح. موجودين دلوقتي على تقدر تتفرج، وايه المشكله لما نقعد 15 20 يوم في البيت الفتره دي اهو انت بتراجع نفسك، بتشوف بيتك، بتقعد مع الولاد شويه، يعني الحاجات دي كلها برضو. بالزبط. يعني انا افتكر ان بعد التجربه دي هيبقى في توعيه. والله هو في سؤال يا كابتن هشام، يعني اذا كنت انت مش مستحمل تقعد مع نفسك عايز الناس تستحملك ازاي؟ ما هو ده برضو دي مشكله دي، ان انا مش عارف اقعد مع نفسي 15 يوم بجد والله لازم الانسان يتعلم انه يحب قعده نفسه، يعني نفسك. يحب يحب أنا نفسه. بحبني انا بحبني بالظبط والله. ده ما هو ده اكيد طبعا. ايوه هو الترابط العائلي مطلوب، يعني طبعا الترابط العائلي اكيد مطلوب ومهم جدا انك انت النهارده تقعد في البيت برضو. جايز يمكن قاعدين غصب عننا، لكن برضو الحته دي مطلوبه، محتاجين ان احنا يبقى في توعيه للولاد لما بتشوفك في البيت كتير دلوقتي. احنا سعداء يا كابتن هشام. كابتن هشام سعداء ان احنا سمعنا صوت حضرتك النهارده. انا شكرا. اهلاوي يعني متعصب، اهلاوي متطرف عارف ولكن انا سعيد جدا 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 بسماع صوت حضرتك، شرفتنا ونورتنا، وكل الاهلاويه بيحبوا كابتن هشام. يا كان واحد من اعظم الناس اللي لعبت كره في تاريخ مصر. يعني شوفوا يا جماعه رميحي الان عنده فظيعه، يعني بقاله ثلاث مرات بحبني. مثلا بيقول انا اهلاوي وافتخر. أيوة. اعمل لك بانر، اعمل لك اوت دور انا المحور. بحبني زي ما انت قلت. انا اهلاوي طبعا. انا كان بحبني جدا. انا اصلا موضوع الحظر ده بالنسبه لي هو انا حياتي كده، يعني انا اوريدي بقعد مع نفسي كتير جدا وبحب جدا قعده البيت وبيتوتيه خالص. بيتوتيه. فبالنسبه لي بالعكس يعني يعني تحصيل حاصل. لما ربنا يسهل ان شاء الله والدنيا ترجع لمجاريها مش هتنزلي الشارع ولا تروحي اي مكان ولا انا اصلا بحب لا خالص يعني احسدك بصراحه. لا يعني بالعكس احب الهدوء واحب قعدتي مع نفسي. بحبني جدا على فكره، يعني مش اي حد اقعد معاه. هي المشكله ان انت علشان قاعد في البيت وعندك اطفال صغيره في البيت فانت مجبر تتفرج على قنوات الكرتون 24 ساعه في 24 ساعه تستاهل.